بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنا جد مسرورة بالدعوة تاع جمعية مستخدمي جماعة المحمدية، وبهذا المنبر كنقدم لهم لنساء الجماعة بكل فئاتها أحر التهاني، وكنتمنى أنهم كل عام يكونوا بخير ويكونوا متألقات إن شاء الله. بن حاسب رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي جماعة المحمدية، كما تبعتوا معنا اليوم كتحتفي جمعية الأعمال الاجتماعية برنامجها السنوي بذكرى احتفال بذكرى 8 مارس وهو يوم عالمي للمرأة، وخا جا متأخر نظرا للانشغالات الجمعية من انشغالات ديالها لتتجلى في سكن الموظفين، ارتأت الجمعية باش تدير الاحتفال ب 8 مارس وكذلك بمناسبة تجديد اتفاقية شراكة مع الدكتور محمد الحجاجي المختبر المركزي للتحاليل الطبية، وكذلك مع الدكتورة سكيكر حسناء الاختصاصية طب العيون اللي شرفتنا اليوم، ودرنا واحد اتفاقية شراكة من أجل تسهيل وتبسيط العمل اللي كيقوموا به داخل هذه المدينة. تتجلى هذه الاتفاقية بالنسبة للمختبر بأن غنزود المختبر بلائحة المنخرطين وموظفي الجماعة من أجل تسهيل الفحوصات الطبية، وكذلك طب العيون من أجل تسهيل، وكذلك الضمانات هي جمعية الشؤون الاجتماعية من الأهداف ديالها هي ما هو ثقافي وريادي واجتماعي وصحي. الحمد لله كما تبعتوا معنا بشراكة مع المجلس الجماعي اليوم كيدوز هذا الحفل في جو أخوي، وكذلك موظفين كان يوم أمسية فنية بامتياز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.